بعد 3 سنوات من التهجير والاغتراب خلت فيها الكنائس من روادها وسكتت نواقصها، يسود صمت الخوف في الأزقة الموصلية التي اعتادت البهجة. عاد شباب الموصل ليرفعوا أول صليب على كنيسة مار بولس التي حاول داعش تدمير قدسيتها، فعاد إليها مسيحيو الموصل ليمارسوا طقوسهم. المدينة ترحب بهم، الأبواب مفتوحة، الجامعات مفتوحة لهم، المدارس مفتوحة لهم، البيوت مفتوحة لهم، هم جيراننا، هم أهلنا، هم أخوتنا. لكي نشجع على قدوم المسيحيين قام الشباب من جميع الطوائف بتنظيف أول كنيسة ورفع أول صليب عليها، معلنين بذلك: يا مسيحيون في كل مكان، يا من غادرتم الموصل، عودوا إلى أماكنكم، عودوا إلى بيوتكم، نحن ننتظركم بفارغ الصبر، أنتم أهلنا وجيراننا وإخواتنا. وإحنا أبناء الموصل كنا متعايشين طيلة هاي السنوات كلة المضت مع إخواننا وجيراننا وأصدقائنا بالعمل، أصدقائنا بالمنطقة، بس جت علينا غيمة سوداء أزاحت هاي الأشياء، فرقت بيناتنا. إحنا كشعب كنا متماسك. علت أصوات الصلوات لتزرع فرحة العودة في جدران كنائس الموصل التي هجرتها التراتيل، لتحل محلها أصوات القذائف. كنائس يحيطها ركام المنازل المدمرة والجثث التي لا تزال تحت الأنقاض، ومدينة حزينة ترثي سكانا نزحوا منها وسكانا قضوا في عمليات إبادة جماعية. ومن بلاد الاغتراب يتطلع النازحون للعودة إلى مدينتهم الأم التي لا تحيا إلا بعودتهم إليها وإضاءة شجرة الميلاد في شوارعها وكنائسها. تقريبا نصف النازحين موجودين بعدهم، يعني العدد الهائل كان يعني في إقليم كردستان، فالمناطق السهل نينوى عادوا، بس محافظة الموصل لم يرجعوا إليها، مثلا الشنقال قليل راجعين سنجارة. فهاي المناطق نتمنى أن يعودوا إلى مناطقهم، فلأنهم هم سكان الوصلاء لهذا البلد، يعني هم عراقيين، حقهم يعني بالبقاء، بالعيش، بالسكن. لماذا يلتجوا إلى خارج البلد؟ لماذا يفرغون العراق من مسيحيه ويزيديه؟ وهذا يعني هذا الطريقة يعني ليست بالصحيحة. يعني في بلد التعدد يحاول الأهالي العيش بسلام والتصالح مع الواقع المرير الذي يحيط بهم والذي زرعته في مجتمعاتهم أيادي التفرقة والعنصرية، فيما لا يزال مسلحون يمنعونهم من العودة إلى منازلهم بعد أن هجروا منها. فهل سيستطيع ناقوس الدير تجاوز الفترة المظلمة التي عاشها؟ وهل ستتمكن شجرة الميلاد من إسعاد من فقدوا أحبتهم وفارقوا جيرانهم؟